نشاط عينة مشعة. أبين صغيرة نشاط عينة مشعة. ماذا نقصد بنشاط عينة مشعة؟ واخا هاد العينة المشعة شنو كدير؟ تفتت مزيان، غادي تبقى تفتت، يعني غادي تبقى ناقص مزيان. دونك حنا غادي نشوفوا كيفاش غادي نهضروا على هذا النشاط ديال هذه العينه المشعه. غادي نشوفوا هذه العينه بشحال كتفتت لنا من مره خلال الزمن، ماشي خلال الزمن، خلال ثانيه واحد. دونك نشاط الاشعاعي نشاط واحد العينه هو شحال كدير هذه العينه متفتت في وحده الزمن اللي هي ثانيه. دونك شحال كدير، يعني بشحال كتغير هذا، شحال كيتغيروا هذا عدد النويدات، عدد النويدات اللي باقي لنا بدلاله الزمن. دونك حنا في الرياضيات من بغيو ندرسوا تغيرات ديال داله، تغيرات ديال واحد الداله، ادرس تغيرات الداله اش كتحسب ليها؟ مشتقه. دونك باش دير جدول المغايرات خصك تحسب المشتقه. دونك باش تعرف كيفاش كتغير واحد الداله خصك تحسب ليها المشتقه ديالها وتشوف ودرسها. دونك لا ميم شوز حنا باش نشوفوا بشحال كيفاش كتغير هاد النويدات المتبقيه، كيفاش كديروا تغيروا عدد النويدات كنرمزوا لهم باش عدد النويدات المتبقيه باش كنرمزوا ان دو تي، يعني هذه داله بدلاله ماذا؟ الزمن. هذا راه داله بدلاله الزمن، عدد النويدات المتبقيه بدلاله الزمن. دونك انا غادي نشوف كيفاش كيتغيروا هاد النويدات المتبقيه بدلاله الزمن. قلنا هي عدد النويدات المتبقيه بيان سور في واحد اللحظه تي. اذا حنا غادي نشوفوا كيفاش كيتغيروا هاد النويدات المتبقيه بدلاله الزمن. ملي نقول كيفاش كيتغيروا بدلاله الزمن يعني خصني نحسب لهم ماذا؟ كيفاش نتوما كيفاش شنو غنحسب لهم؟ المشتقه ديال. باش ندرس انا تغيرات واحد الداله خصني نحسب المشتقه ديال هاد الداله وندرسها. دونك لا ميم شوز باش نشوف انا كيفاش كيتغيروا غادي نحسب لهم المشتقه ديالها. المشتقه في السرعه الحجميه كي درنا رمزنا المشتقه ديال دي اكس على دي تي سيسا دي سور دي تي. بلاصه في الرياضيات كي كنرمزوا المشتقه اف بريم، هنا في الفيزياء غادي نرمزوا ليها دي سور دي تي. هنا حيت المتغير هو تي كنرمزوا ليها دي سور دي تي. دونك النشاط الاشعاعي ا دو تي كنعبروا عليه بهذه العلاقه هذه. النشاط ا هو ا اكتيفيتي فرونسي، ا دو تي كيساوي لنا ناقص المشتقة ديال عدد النويدات المتبقية بدلالة الزمن. دونك كنعرفوه بهاد العلاقات. دونك بشحال كيتغيروا هاد عدد النويدات ولكن في وحدة الزمن اللي هي السكون. دونك كنحسبوه انطلاقا من هاد العلاقة، كيفاش كيتغير لنا عدد النويدات المتبقية بدلالة الزمن. دونك نكتبوا التعريف بعدا وعاد نديفلوبيو هاد لا غولاسيون هادي. دونك نسمي نشاط عينة، نسمي نشاط عينة، نسمي نشاط عينة مشعة نسمي نشاط عينة مشعة المقدار المقدار. دونك ناخذ هذا المقدار هذا ا دو تي ايغال موان دي دو ان سور دي دو تي، المشتقة ديال ان بدلالة الزمن. نقطة نشاط عينة هو عدد التفتتات، هو عدد التفتتات في وحدة الزمن. دونك نشوفوا هنا هاد لا سيميلاسيون هادي. كتبنا ياك عدد التفتتات في وحدة الزمن. دونك شنو هي وحدة الزمن بين قوسين؟ دونك بين قوسين الثانية، بين قوسين الثانية.
سو دو ماتيير سو ميزور اون بكريل، يعني كنقيسوا هاد لاكتيفيتي بالوحده اللي هي البكريل، الرمز ديالها هو بي ك، ياك. دونك سميتو ان بكريل كوريسبون ان ديزانتيغراسيون بار سكوند، يعني لو بكريل يمثل عدد تفتتات فاش في الثانيه او سان دو سو اوبجي، ياك، دو سيت اوبجي. دونك انسي اون ديزانتيغراسيون بار سكوند ان بكريل دي ديزانتيغراسيون بار سكوند كتمثل لنا 10 بكريل. دونك الا كانت عندنا تفتت واحد في الثانيه سافادير لاكتيفيتي شحال نشاط شحال كيساوي واحد بكريل. كانوا عندنا 10 ديال التفتتات في الثانيه، نفترضوا كان عندنا 10 ديال التفتتات في الدقيقه. لا في الدقيقه 10 تفتتات في الدقيقه تقسمها على من؟ 60. هذه تقسمها على 60 حيت الدقيقه شحال فيها ثانيه؟ حنا شنو قلنا؟ الاكتيفيتي هو عدد التفتتات في الثانيه. اذا كان يدير 10 ديال التفتتات في الدقيقه تقسمها على من؟ على 60 باش تعرف عدد التفتتات فاش في الثانيه. دونك لو بكريل او لا بليتو النشاط الاشعاعي هو شحال عندي متفتت في الثانيه. صافي دير، اللي قالوا لي شحال متفتت في الدقيقه نقسم على من؟ في الساعه 3600. دونك وهكذا، صافي تفهمنا. دونك باغ اكزومبل هنا عندي 10 ديال التفتتات، دونك غادي يعطيوني تفتت واحد غادي يعطيني شحال؟ واحد بكريل، ياك. عندي تفتت واحد واحد بكريل. كان عندي باغ اكزومبل 10 ديال التفتتات 16، دونك كيعطيني سميتو 10 بكريل. وي بيان سي. دونك لا راديو اكتيفيتي اي ان فينومين ناتشورال بيان سور، سميتو هو نشاط اشعاعي اللي سميتو طبيعي. اي ان بكريل كوريسبون ا ان توت بارتي راديو ان توت بارتي ان بوتيت راديو اكتيفيتي دون لا ناتور. لي ماتيريو اون دي راديو اكتيفيتي كي سيسبريم بار ان نومبر اليفي دو بكري. دونك باغ اكزومبل غرانيت كل واحد دونك شحال هادي. غادي نشوفوا هادشي في سميتو في سيمولاسيون اخرى. واخا دونك بعدا نكملوا هذا الاخر عاد نشوفوا حاجه اخرى. اذا رجعنا للغولاسيون ديالنا اللي درناها هنا. ا دو تي هي موان دي دو ان سور دي دو تي. حنا بغينا علاقه عمليه اللي نستعملوها هنا ماشي هادشي. دونك انطلاقا من هذه العلاقه ا دو تي ايغال ناقص مشتقه ديال دي دو ان دو تي سور دي دو تي. دونك شنو هي ان دو تي حسب قانون التناقص الاشعاعي؟ وي هي ان زيرو فوا اكسبونونسييل موان لومدا تي. دونك واش درت هنا ان دو تي؟ ان دو تي عوضتها باش شوف هذا ان دو تي عوضتها بان زيرو اكسبونونسييل موان لومدا فوا تي. فهمنا ولا لا؟ دونك ان دو تي عوضتها بان زيرو اكسبونونسييل موان لومدا تي. دونك هذه شنو كتمثل اللي قلنا؟ المشتقه. دونك غنديروها الرابيل. بالنسبه لاكسبونونسييل داله الاكسبونونسييل، من نبغي نشتق اكسبونونسييل او دو اكس ولا او دو تي، يعني اكسبونونسييل ديال واحد الداله المشتقه ديالها اللي كنرمز ليها بريم بيان سور. في الفيزيك باش كنرمزوا ليها؟ دي سور دي تي ديال اكسبونونسييل او دو تي. دونك هادي وهادي سي لا ميم شوز، صافي. جوست هنا اون بريسيز لا فاريابل. دونك الفاريابل هي تي، يعني المتغير ديالنا هو تي. دونك في الرياضيات كنحط ليكسبونونسييل كنحط البريم، دونك بلاص المشتقه في المشتقه من كنبغي نحسب واحد المشتقه كندير لها بريم. دونك المشتقه ديال ليكسبونونسييل دي او دو تي هي او بريم، يعني المشتقه ديال هذا اللي الفوق او بريم دو تي فوا اكسبونونسييل او دو تي. دونك او بريم دو تي اكسبونونسييل او دو تي هو هاد الداله اللي عندي هنا، نهبطها لتحت ونحسب لها المشتقه ونضربها في اكسبونونسييل او دو تي. دونك الا بغيت نشتق هذاك ليه بعدا هادي واخا غير بلاتي واحد الحاجه بعدا الاولى. هنا عندي ان زيرو فوا اكسبونونسييل موان لومدا تي. هاد ان زيرو عدد كي داير ثابت، ياك؟ ان زيرو ثابت. دونك واش يخرج مشتقه ولا لا؟ علاش لا؟ علاش ما يخرجش؟ واخا الا بغينا نشتقوا هادي ا اف دو اكس شحال هادي؟ زيد شحال؟ واخا كونستونت. دونك هي ا فوا اف بريم دو اكس، ياك ولا لا؟ ا فوا اف بريم دو اكس. دونك ا عدد ثابت بيسكو هنا عندي ان برودوي جو دا
اعاد التعبيد دونك خرج المشتقات وقال لي ا فوا اف بريم دو اكس ياك ولا لا؟ دونك هنا ان زيرو اكسبونسيال مور لومدا تي هذا متغير هذا ثابت هذا متغير دونك ان زيرو اش غادي يدير؟ غادي يخرجوا على برا دونك ايكال موان موان ان زيرو فوا دي سور دي تي ديال من؟ اكسبونسيال موان لومدا فوا تي ياك واخا نجي نشتقها هذه هنا نشتقها دي سور دي تي ديال اكسبونسيال موان لومدا فوا تي قلنا شنو هي دونك موان لومدا فوا تي بريم موان لومدا فوا تي بريم هادي ياك فوا اكسبونسيال هادي شحال كتساوي هادي موان لومدا تي بريم وي دونك شحال تبقى موان لومدا دونك هادي موان لومدا فوا اكسبونسيال موان لومدا تي الا قال لك شتق جوج اكس شحال هي جوج اكس مشتقه ديال اثنان اكس شحال جوج ثلاثة اكس ثلاثة ناقص اربعة اكس ناقص اربعة دونك لومدا فوا تي هي لومدا دونك موان لومدا تبقى لنا فقط موان لومدا اذا شنو غادي نكتب هنايا موان ان زيرو فوا موان لومدا اكسبونسيال موان لومدا فوا تي دونك موان في الموان بلس دونك شنو تبقى لنا لومدا وي ان زيرو لومدا ان زيرو اكسبونسيال موان لومدا فوا تي دونك ا دو تي ايغال لومدا ان زيرو اكسبونسيال موان لومدا تي واخا واحد دقيقه وشنو كيفاش شي حاجه زيد معليش هذا وا دي على دي تي وشنو هي هي البريم هي هاد المشتقة دونك دي سور دي تي هادي دي سور دي تي هي المشتقة دونك الا اشتقيت انت هادي الا اشتقيت باغ اكزومبل الا بغيت تشتق غادي نكتب انا هاد دي سور دي تي ديال اكسبونونسيال او دو تي غادي نرمز ليها بحال هكا بري ياك ولا لا صافي مزيان دونك هاد البريم هادي شنو هي هي دي سور مزيان دونك ايغال موان لومدا تي بريم يعني هاد البريم هنا شنو هي هي دي سور مزيان حسب لي هادي موان لومدا تي بريم شحال غتعطيني دونك فين راه هاد البريم بقات ولا ما بقاش دي سور دي تي بقات مشات دونك شنو بقى لي موان لومدا فوا اكسبونونسيال موان لومدا تي صافي ولا لا دونك هاد دي سور دي تي هي اللي كتمثلي المشتقه دونك الا حسبت المشتقه حيت البريم يعني مشات دي سور دي تي صافي ولا لا دونك هي موان لومدا موان في موان هي بلوس دابا الى حسبنا ا في اللحظه زيرو ا في اللحظه زيرو يعني ا في اللحظه تي ايكال ا زيرو نسميها ا زيرو هي ا في اللحظه تي تساوي صفر ايكال باش نعوض هاد تي هنايا بزاف شحال اكسبونسيال دو زيرو لا شفنا في ملخص اكسبونسيال دو زيرو هي واحد دونك هادي فاش غاتصدر لومدا ان زيرو فاش في واحد دونك شحال تبقى لنا لومدا ان زيرو صافي اكسبونونسيال شحال زيرو شحال اكسبونونسيال زيرو دونك تبقى لنا فقط لومدا في ان زيرو دونك هنا رجع لهاد العلاقه الاولى هاد اللي كتبت هنا ا دو تي ايغال صافي ديال النشاط الاشعاعي ا دو تي ايغال لومدا ان زيرو باش غادي نعوضها هي ا زيرو دونك غادي تولي العلاقه هي ا زيرو فوا اكسبونونسيال موان لومدا فوا تي هذا كيتسمى قانون النشاط الاشعاعي هذا ماشي التناقص الاشعاعي هذا قانون النشاط الاشعاعي دونك الى جينا لهاد الى رجعنا لهادي ا زيرو حيث ا زيرو هي لومدا فوا ان زيرو الى جينا هنا غير هاد لا غولاسيون ديال شحال نجبدو منها شنو هي ان زيرو اكسبونونسيال مور لومدا تي هادي شنو هي شنو كتمثل لي ان زيرو اكسبونونسيال ان دو تي يعني شنو هي ا دو تي صحيح دونك ا دو تي ا دو تي هي لومدا فوا ان في اللحظة تي دونك شنو هي هادي ان زيرو اكسبونونسيال مور لومدا تي ان زيرو اكسبونونسيال مور لومدا تي هي ان دو تي
تي دونك الا جيت عودتها ان 0 اكسبونسييل مو لومدا تي غادي نلقى بلي ا دو تي ايغال لومدا فوا ان دو تي دونك سوا غادي نستعمل بيان سور دونك هادي لا فاموز ا دو تي يا 0 اكسبونسييل مو لومدا تي دونك هادي نقدر نستعملها صافي هادي نقدر ا 0 يعني نشاط اشعاعي في اشمن لحظه في اللحظه تي ايغال دونك هادي عند اللحظه تي ايغال 0 هادي عند لحظتين تي كيف ما كانت ان دو تي هي لومدا ان دو تي فهمنا دونك ناخذ هادشي ونشوفوا التطبيق ديال هادشي اللي عندنا هنا دغيا يلا يلا سيبونا الوحده ديالها شنو هي سكوند موا دونك يعني الا عطاوها لك بشي وحده اخرى الا عطاوها بشي وحده اخرى غادي نحولوها سكوند موان زان دونك اوبليجي هاد لومدا هنا خصها تكون سكوند موان زان صافي هنايا في هاد لي كالكول باريزوم هنا سميتو حدا راسك الا كان باغ اكزومبل تي باغ اكزومبل قال لك احسب نشاط النشاط الاشعاعي ديال واحد العينه في واحد اللحظه تي نفترضوا ان هاد تي كانت ب بلاغ اغ ياك يعني هاد لومدا الا كانت اغ موان زان ما تحول ما والو صافي الوحده العالميه ديال لومدا هي سكوند موان زان ولكن انت في لي كالكول خصك تكون انتيليجون شويه ياك سيتا دونك في تي الا كانت عندك هادي اوغ هادي اوغ موان زان كانت هادي سكوند هادي سكوند يعني الا كانوا بجوج عطاهم لك بلوغ ولا بجوج بالسكوند يعني بليتو واحد بلوغ ولومدا بلوغ موان زان ما تحولش حسب ديريكتومون ولكن هنا الا بغيت نحسب النشاط الاشعاعي هاد لومدا ستكون بالسكوند موان زان الوحده العالميه ديالها صافي اذا هذه العلاقه هذه هنا نشاط الاشعاعي كيمكننا اننا نعرفوا انطلاقا من هذه العلاقه هذه نشاط الاشعاعي ديال واحد العينه كيحسبوه دونك بواحد لاباري ولا كنعرفوا به نشاط واحد العينه في واحد اللحظه في واحد اللحظه معينه صافي وبهاد الانشطه الاشعاعيه نشاط ديال هذه العينه يمكننا نحدوا العمر ديال ماشي عمر نصف عمر ديال واحد العينات باغ اكزومبل هذوك سميتو الفراعنه او الحفريات الفراعنه اللي عندنا في الاهرام كي داروا عرفوا الاعمار ديالهم شي اثار كانوا تحت الارض يعرفوا شحال عندهم معام فوقاش تدفنوا دونك انطلاقا من هذا النشاط الاشعاعي ديال هذا العين دونك غادي نكتب واحد المقدمه ونشوفوا كيفاش كندير واحد الدو تي وي مرحبا هاد تي وي بيان سور نشاط العينه هاد ان دو تي عدد النويدات المتبقيه في هاد اللحظه تي و ا هو نفس النشاط الاشعاعي في نفس اللحظه تي وي لومدا ثابته ما كتعلقش بالزمان صافي لا علاقه لها بالزمان كتعلق بنوع النويدات اللي غادي تفتو تناتهم صافي دونك خميسه صغيره التاريخ بالنشاط الاشعاعي